بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان طرح عدد من آخر رمز كل منهما مكون من رقمين مع أو بدون إعادة التسمية. تذكر معي عزيزي الطالب مكونات العدد 10 اللي هي من ضمنها أيضا 5+5 بتساوي 10، وأيضا من مكونات العدد 10 4+6 هتساوي 10. يعني لما ألاقي 5+5 في بعض المسائل و4+6 في بعض المسائل وأقول لك حوط الأعداد اللي بتكون 10، يبقى أنت لازم تعرف إن 5+5 تساوي 10 و4+6 تساوي كام؟ 10. هيا بنا عايز الطالب نقوم بحل بعض المسائل لتوضيح إعادة التسمية في عملية الطرح. إليك المثال التالي، هنا عندي 9 أحاد 7 عشرات ناقص 1 أحاد و 2 عشرات. طبعا هنا احنا جبنا 9 قطع من الأحاد و 7 قطع من العشرات. طبعا عشان أجيب في لوحة المنازل لازم في الطرح اجيب الرقم الكبير اللي هو 79، فقمنا بتجميع 9 قطع من الوحدات من المكعبات او قطع دينيز و7 اعمده من العشرات. نبدا نطرح، هنشوف التسع احاد ناقص واحد، هل هنا 9 اكبر من واحد؟ طبعا اكبر، فهنا لا يحتاج الى اعاده تسميه. هنعمل ايه؟ هنقوم بعمليه حذف واحد من القطع. يتبقى عندي نبدا نعد القطع كده 1 2 3 4 5 6 7 8، اصبح عندي 8 ايه؟ 8 قطع. وابدا احذف 2 من العشرات 1 2، يبقى انا هحذف الاول الاحاد، حذفت 9 ناقص 1 هحذف قطعه واحده، و7 ناقص 2 هحذف 2 اعمده من ايه؟ من العشرات. يبقى اذا 9 ناقص 1 هيساوي 8 و7 ناقص 2 هتساوي 5. إليك مثال آخر لتوضيح عملية الطرح بإعادة تسمية. عندي مسألة بتقول لي إيه؟ 5 أحاد و6 عشرات ناقص 8 أحاد و4 عشرات. ننطق نقول إيه؟ 65 ناقص 48. طبعًا أنا بجمع الرقم الكبير، بجمع المكعبات أو القطع الدينيز بتاعته. يعني 5 أحاد بجيب 5 قطع، و6 عشرات بجيب 6 أعمدة من إيه؟ من العشرات. وأقول بقى 5 أحاد ناقص 8 أحاد، يعني 5 ناقص 8. هل في طبعا معظم الطلبه بتقول لك ايه 5 ناقص 8 3؟ بتبدا تطرح من تحت، انا ببدا الطرح من فوق، يعني 5 هل ال 5 يصير انقص منها 8؟ لا طبعا، لان ال 5 اصغر من ال 8، فهنا لازم اكبر ال 8 اخليها كبيره، اعمل لها ايه؟ اعاده تسميه عشان اخليها اكبر من ايه؟ من ال 8 احاد. هعمل ايه؟ طبعا هروح اعمل اعاده تسميه من العشرات، هاخد واحد من السته، واحد عشرات، واحد عمود من العشرات. السته عندي هتصبح 5، والخمسه عندي لما اضيف واحد عشرات هتصبح 15 احاد. اذا هبدا اخد عمود من العشرات اضيفه على ايه؟ على الوحدات او الاحاد. تصبح عندي الخمسه واضيف عليها العمود اصبح 15. وابدا احذف الايه؟ اللي اهو، ابدا احذف منها 8 قطع. 1 2 3 4 5 6 7 8. تصبح عندي الستة العشرات اخدت منها عمود هتصبح 5 اهوت زي ما انت شايف كده عايز الطالب، والخمسة تصبح كام؟ هتصبح 15. اذا 15 ناقص 8 ابدا اعد الباقي، هيبقى عندي كام قطعة؟ هيبقى عندي 7 قطع، واصبح عندي الستة اصبحت 5 لان اخدت منها عمود من العشرات، يبقى 5 ناقص 4 الناتج كام؟ 1. إليك مثال آخر، 5 أحاد و4 عشرات ناقص 9 أحاد و1 عشرات. هنا الطرح بقت خلاص، عرفنا إعادة التسمية، عرفنا إن الرقم اللي فوق في الأحاد لازم يكون أكبر من اللي تحت، لو كان أكبر من الرقم اللي تحت إذا هنا مفيش إعادة تسمية. بص كده معايا عايز الطالب، عندي 5 أحاد ناقص 9 أحاد، هل هنا الخمسة ينفع أطرح منها التسعة؟ لو أنت عملت ايدك كده، ايدك طبعا فيها خمس صوابع، الخمس صوابع هل ينفع اطرح منهم تسعة او احذف منهم تسعة؟ هتقولي لا يا استاذ،
اعمل ايه؟ هتقولي نعمل اعادة تسمية. احسنت يا بطل، اعادة تسمية ان انا هاخد واحد عمود من العشرات، من خانة العشرات، تصبح الاربعة كام؟ ثلاثة. يصبح الخمسة كام؟ احسنت، مضيف على واحد عشرات تصبح 15 ايه؟ احاد. هنا ابدا اطرح، اقول 15 ناقص 9. طبعا في معظم الطلبه تقول يا استاذ شلون انا اجيب 15 على ايدي؟ انا اقول لك طريقه سهله جدا. تعالى 15 ناقص 9، ابدا عد من بعد الرقم 9، عد لغايه لما توصل للعدد 15 اللي فوق. يعني 15 ناقص 9، ابدا اعد من بعد 9. بعد 9 كام يا بطل؟ ها، 10 11 12 13 14 15. ها، عديت كام على ايدك لغايه لما وصلت ل 15؟ 6. احسنت يا بطل، يبقى انا عديت 6 على ايدي، وصلت لغايه العدد كام؟ 15. اذا 15 ناقص 9 هتساوي 6. هنا 3 عشرات ناقص 1 عشرات، طبعا كده العمليه سهله، اللي هي 3 ناقص 1، 3 انقص منهم 1 هيساوي 2 10. اذا الناتج 26. إليك مثال آخر، يلا عايز الطالب نفكر معي. عندي 2 أحاد و7 عشرات اللي هم 72 ناقص 7 أحاد و2 عشرات اللي هو كام؟ 27. ابدأ اطرح معايا. 2 ناقص 7 هل يصير؟ أحسنت. شنو أعمل؟ إعادة تسمية عشان الاتنين أصغر من كام؟ من السبعة. تصبح السبعة كام؟ أيوه، أخد منها 1 عشرات، تصبح السبعة 6 عشرات. أحسنت. والاثنين يصبح كام؟ لما اخد واحد عمود من العشرات اخد واحد ب10 كام؟ احسنت، 12. ها، ابدا اقول 12 ناقص 7. نعمل ايه يا بطل؟ انا في طالب بيقول يا استاذ ممكن اعد من بعد السبعه؟ ممكن نعد من بعد السبعه لغايه اما اوصل للعدد 12 او رقم 12. ابدا عد من بعد السبعه، 8 9 10 11 12. عديت كم رقم يا بطل على ايدك؟ عدينا كم رقم؟ عدينا 5. احسنت يا بطل، يبقى يعني 12 ناقص 7 هتساوي 5، و6 عشرات ناقص 2 هتساوي 6. خلاص بقت العمليه سهله، احذف منها 2 يبقى عندي كام؟ 4 عشرات. يبقى الناتج عندي 5 احاد و4 عشرات اللي هو 45. اليك مثال اخر، 6 احاد و6 عشرات اللي هو 66 ناقص 3 احاد 3 عشرات اللي هو 33. نبدا نطرح. 6 ناقص 3، هل هنا احتاج اعاده تسميه؟ احسنت، لا احتاج الى اعاده تسميه. ليه؟ لان ال 6 فوق اكبر من مين؟ من ال 3. اذا هنا انا اقدر احذف منها ايه؟ منها 3. يبقى 6 ناقص 3 هتساوي 3، و6 عشرات ناقص 3 هتساوي 3 عشرات. اذا الناتج 33. مثال اخر، ممكن هنا برضو استخدم القطع والعشرات في ايجاد الناتج، ان انا بجمع 8 قطع من دينيز او مكعبات و3 عشرات، وابدا اطرح منهم كام او احذف منهم 2 احاد و1 عشرات. هنا بقت العمليه سهله، ان 8 ناقص 2 لا احتاج هنا الى اعاده تسميه، لان 8 اكبر من الاثنين احبائي. يبقى 8 ناقص 2 كام؟ احسنتم، 6. و 3 ناقص 1 كام؟ 2. هنا المثال هذا لا يحتاج الى ايه؟ الى اعاده التسميه. مثال اخر، 51 ناقص 24. هبدا اقول 1 ناقص 4. احسنت، نحتاج الى اعاده تسميه. ليه؟ لان الواحد فوق اصغر من الاربعه، وما يصير ان انا اطرح من الواحد كام؟ اطرح منه 4. فهعمل اعاده تسميه، اخد واحد من العشرات ب 10 اللي هو اعاده تسميه. الواحد يصبح كام؟ الخمسه تصبح 4، والواحد يصبح 11. إذا 11 ناقص 4، نبدأ نعد من بعد الأربعة، عد كده لغاية أما نوصل لل 11. بعد الأربعة 5 6 7 8 9 10 11. عدينا كام يا بطل على إيدينا؟
ادينا 7 ارقام لغايه عشان وصلنا ل 11. اذا 11 ناقص 4 الناتج يساوي 7، وعندي 4 ناقص 2 الناتج هيساوي 2. اذا الناتج الفعلي كلي 27. اليك مثال اخر، 96 ناقص 77. هنا 6 ناقص 7، احسنت يا بطل، نحتاج الى اعادة تسمية. التسعة هتصير 8، والستة هتصير كام؟ ايوة 16، احسنت يا بطل. يبقى 16 ناقص 7، ابدأ اعد من بعد 7 لغاية ما اوصل ل 16، هبدأ اعد كام؟ 9 و 8 ناقص 7 1، اذا الناتج كام؟ 19. الى هنا عايز الطالب نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.